السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاجة عائشة أم جودة السحتوت. هذا الجزء هو الجزء السادس من المقابلة. ستي، كنا بنتحدث في نهاية الجزء الخامس عن موضوع الزواج وطقوس الزواج وكيف كنتوا تحتفلوا فيه بطبرية. حكيتي لي العروس كان عندها عدة فساتين. فساتين وألوان وهذا. نعم. كانت كل الفساتين هاي كانت لازم تلتبس. كانت السهرة كانت تلبس فستان وتتغير، تغير فستان وتلبس فستان. هاي بالسهرة وبنهاية المطاف تلبس الفستان الأبيض. نعم. قلتي لي النقود كان يعني مش شرط، لا مش شرط بعد العرس، ممكن بعد العرس يصيروا الناس يزوروهم يجيب اللي بيحب ينقط فلوس بنقط، واللي بده ياخذ هدايا بياخذ، واللي بياخذ هدايا بياخذ هدايا هدايا للبيت. في كان صار عندكم مثلا عرس مشهور كثير في الطبرية بنحكى فيه مثلا كثير متميز كان؟ في اللي بده بيعمل عرس متميز، واللي ما بده بعد دار البيت الطبري كان يعملوا عراس حلوة. وأبو خليل سحتوت عمل كمان لابنه أول ولد اللي جوزه هناك في فلسطين، عمل له كمان عرس متميز هناك، ذبحوا خرفان وعملوا أكل وغدوا الشباب كلها. دار الطبري كانوا يعملوا، يجيبوا هالمناسف ويجوا أهل القرى. بدي أسألك، كان في شيء اسمه هدم الخال وهدم العم عندكم؟ لا ما في، لا مثلاً. ما في، لا عباية العم ولا عباية الخال ولا في منه هذا، ولا في منه هالأشياء أبدا. كانوا كثير على البساطة. لأنه بالقرى ما كانوش متعصبين أبدا يعني. بالقرى كانت كثيرة هاي، بالقرى حدث ولا حرج. طيب ستي، خلينا ننتقل لموضوع آخر. بدنا نتحدث عن موضوع الوفاة. نعم. كان بالطبرية مقبرة للمسلمين. نعم، ولليهود وللمسيحيين. طيب مقبرة المسلمين وين كانت؟ مقبرة المسلمين كانت في أول طبرية من الجهة الجنوبية على تلة. على تلة. نعم، مسجد عشوائي. إيش كنتوا تسموها المقبرة؟ كان في اسم؟ المقبرة التربة بس. التربة ولا؟ نعم التربة. إذا للإسلام بس مقبرة واحدة كانت؟ واحدة، المقبرة واحدة. وكانت لليهود مقبرة واحدة. هذه المقبرة اللي تبعت الإسلام اللي هي فيها مقام سكينة؟ نعم. هناك مقام سكينة كان. نعم. طيب ومقبرة مقبرة اليهود كمان برضو وين مقبرة طبر على الشارع، بدنا نروح على طريق سمخ. مقبرة على الشارع. مقبرة اليهود ومقبرة النصارى كانت بجهتها يعني بعيدة. كل مقبرة بعيدة عن الثانية. مقبرة النصارى لحالها كمان هذه كانت بالحي الشمالي، شمال الغربي. طيب لما كان شخص يتوفى مثلا من المسلمين من أهل البلد، من أهل البلد يروحوا يعني هالمقربين إلين والحبايب المحبين يروحوا يروحوا يعزوا وبعثوا لهم أكل. لا قبل الأكل والهذا، الجنازة كيف يعني غسلوا المتوفى لا في البيت؟ الجنازة يغسلوا المتوفى ويطلعوا الجنازة تطلع أهل البلد كلها معهم. طب كيف يعرفوا أهل البلد إنه فلان ما؟ خلاص ما هي البلد صغيرة، أول الخبر منتشر. بنتشر خبر بسرعة إنه. بسرعة الخبر منتشر، واحد بيقول للثاني. واحد بيقول. وبعدين بياخذوا على الجامع يصلوا. بياخذوا على الجامع يصلوا. بياخذوا على الجامع بكون محمم وجاهز. بياخذوا على الجامع بيصلوا عليه، وهاللي بالجامع كلها بتطلع مع المتوفى. بيطلعوا كيف؟ حاملينه على الأقدام ماشي؟ نعم حاملينه على الأكتف. على الأكتف؟ نعم. بضلوا ماشي يعني لغاية؟ بضلوا ماشيين ليوصلوا التربة. وفي واحد قدامهم بيقرأ قرآن صوته حلو. كانت تطلع العدة بالدفن ولا؟ لا ما كان، هاي المظاهر ما يعملوهاش للمتوفي. كان واحد بس من هيك يطلع هيك يأذن ويقرأ القرآن وهن ماشيين يعني في الجنازة ويدفنوا ويروحوا على البيت. يروحوا على البيت، في منهم ياخذوهن على بيوتهن يتغدوهن ويجيبوا غدا للنسوان في البيت. نعم. عند الحريم. وطلعوا ثلاث أيام، الناس يجي تعذب
وبعدين وكمان يجيبوا لي يجيبوا سكر يجيبوا رز يجيبوا دبابة يجيبوا عشان يعملوا عشاء. ثالث يوم يعملوا عشاء. ثالث يوم أهل المتوفى. أهل المتوفى يعملوا عشاء واللي يكونوا موجودين كلهم يتعشوا. الرجال والستات. طيب بدي أسألك. لما كان في عادة الندب واللطم عند لا لا ما لا ما فيش لا لا حرام كانوا مرات يطلعوا على المقبرة لا 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 ما كان ما كان ولا أبدا نهائي ما كان أي وحدة تلوح وتبكي وتلطم ما في هذا ممنوع ممنوع هذا اللطم بس يبكوا الله يعين أصحاب البلاوي البلاوية. طب كان في لباس معين للحداد؟ كان يلبسوا بس قليل يلبسوا أسود يلبسوا رمادي بس ما يحدوا كتير ما هي اللي هو حرام ثلاث غير ثلاث أيام إلا للزوجة ثلاث شهور وأربعة أيام ثلاث شهور عشرة بس هذا هو وبعدين يجي الناس يعزوا يواسوهم ما مش أكثر. طب المقبرة الطبرية تبعت الإسلام كانوا يدفنوا الناس مع سطح الأرض ولا يبنوا عليها في الأيام هاي؟ في يبنوا وفي يكون هذا سطح الأرض ويحطوا شاهد على الأسم كان موجود يحطوا نعم يحطوا الاسم الشاهد والاسم وفي كان منهم يعملوا يسووا بطاقة حديد يحطوا له زي زي قفص زي قفص قفص حديد وفلو مفتاح معه بس مش يعني ما كانوا يفوتوا كثير على المقابر ويخربوا ويكسروا هذا قليل كانت ليش يخربوا ويكسروا في المقابر؟ هون ما بيخربوا بيكسروا هون في البيت ايه طيب الناس حكيتي لي الستات كان حدادهم باللبس بين على انه هي فلانة حادة نعم هذا حي صار في جنازات يعني كبيرة مهيبة في طبرية تتذكري؟ جنازة لما بتكون إيش مهيبة كبيرة تكون في يعني ناس أكثر. العدد ولا؟ الأكثر العدد ماشيين ولا المتوفى. تتذكري دفن الشهداء بحيث إنه العدد كان كبير اللي طلعوا الشهداء. الشهداء هني كانوا يجوا الشهداء ما كانش نوه هنا في الطول. وتأخذ الدولة. ما نمشي هذا من سنة الثلاثين حكينا لك لدول الثلاثة الزعمان اللي شنقوهم بعكا هذا رمون وفؤاد حجازي وجمجوم وعطبير نعم نعم طيب قلت لي يعني كان كنت تحس بالتضامن مثلا بين اهالي المدينه لما يكون حدا متوفى نعم كان يجي كانوا متضامنين مع بعض البعض كانوا يجوا بالعزاء اليهود والمسيحيين كانوا يجوا يعزوا وكانوا يقولوا حتى بين بعض البعض يقولوا يا جات الدهشة دي مع الشهر كانوا متضامنين يعني انه خلص ان هذا جاري انا حزنانين ما بسويش لو بدي اسوي فرح باجل كانوا اجلوا افراحهم لما اجلوا لاجل اصحابي لانه جيرانهم ومحبينهم ما بقدروش كانوا تضامنين مع بعضنا البعض طيب ننتقل لموضوع اخر بنتحدث عن موسم اداء فريضه الحج موسم اداء فريضه الحج كانوا شو قبل اسبوع ما يروحوا على الحج وهن يدقوا ويغنوا وبدو فلان يروح على الحج كانت إلا هج ورج الحج يعني أغاني دينية أغاني دينية ووداع ويغنوا ويباركوا ويعني وإن شاء الله عمال العودة وإن شاء الله تيجوا بالسلامة وينقطوا الحجاج قبل أسبوع تذكر حدا من رايبك ومعه نعم واللي راح حج بذكر رحنا قال ما شاء الله علينا وبدل مبسوطين الأهل والأهلية والجيران واللي محبين مبسوطين على أفلام دي روح ما كانت هذيك الأيام إلا ما نادر حدا يروح على الحج قليل كان كانت قليلة وشو الطريق اللي كانوا يسلكوها لما يروحوا على الحج كانوا أنا لما راحت أمي وستي خالتي وستي راحوا على الحج راحوا أخذن الله يرحمه أبو جودة من طبرية لحيفا وصلن على البور ونزلوا في الباخرة أخذهم لحيفا لحيفا طلعوا بالبحر فزن البحر
وراحوا على جدي، من جدي جدي قريبي على مكة. نعم. شو مين هم اللي راح حجوا؟ قلتي لي خالتك؟ خالتي وستي. خالتك وستك. نعم. وقديش غابوا تذكري؟ كانوا يقعدوا في أكثر من شهر. أكثر من شهر. نعم، قبل يوم. ولما يجوا تكونوا عارفين في خبر إنه بدهم يوصلوا؟ عارفين يجوا يروحوا نجيبهم من من حيفا. من حيفا. أو كيف وكيف تحتفلوا فيهم بطبرية بس يجوا؟ بس يجوا تحتفل فيهم، تيجوا هالمهنئين يهنوا ومبسوطين، وتتوزع الهدايا على المهنئين والمقربين اللي تكونوا هدايا ثمينة، ومبسوطين مثل مبسوطين. نعم. لأنه القليل القليل كان يروح على الحج. نعم. مش مثل الأيام هيها. والحج او الحجه اللي تروح تؤدي الفريضه كان يكون لها مكانه معينه بين طبيعي ما هي قاعده ما هي قاعده واللي حواليها مثلا كنتها بناتها واحفادها هن يضيفوا ويقدموا ويجيبوا يعني يحطوا يجيبوا للتمر وماء زمزم ومسابح كانوا يزينوا البيوت بطريقه معينه زينوها نعم لما كانوا نعم يزينوها يحطوا النخيل والزينه والورود باب الباب نعم ويهنوا الحجاج بالعوده طيب بدي اسالك حجه نعم احنا هيك خلصنا بنقول خلصنا اسئله القسم الاول من الاسئله نعم حكيتي لي انت تعلمتي شغلات هيك كنت تشتغليها بالايد لا كنت اشتغل هاي بعد شغلها شغل حلو وتعلمنا وهي انا اشتغل الحمد لله وكنت اطرد واخيط واعمل اشياء هذا وين تعلمتي؟ تعلمت في الرهبات في مدرسة الرهبات في طبرية نعم هذا شغل ايد هذا شغل ايد يا سيدي قديش اخذ معك وقت هذا اللي اشتغلتي هذا مفرش طاوله هذا هذا شاشف طاوله نعم مفرش طاوله على هو الفضاء لما كنت على امريكا اخذ الشغل معي وانا قاعده اشتغل بامريكا نعم وهذا الشغل وهذا مفرش طاوله وهذا شال وهذا الشيء نعم حلو 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 كثير هذا على الماكينة مفرش الطاولة على الإيد طب كيف على الماكينة شو قصدك على الماكينة على الماكينة هذا بحط الطارة في طارة بحط عليه وبشد الطارة عليها بتصير كثير شو بدأت بشتغل على الماكينة في عندي بعد الحد الآن نعم وهذا شو بعد لحد الان قصدك من ايام طبريه لا من اليوم ما الحمد لله طلعنا صفر اليدين في طبريه غير ما هن قالوا لنا بس ديروا بالكم جيبوا اواعي معك وكل شهر زمان بس وتروحوا على اول بدنا نروح شهر زمان شهر بس شهر لهلا ما روحتوش وبعدنا لحد لا ما روحنا هذا شغلنا وانا الحمد لله ما روحنا قعدنا يا سيدنا العزيز كنا احنا نداوم جبنا معنا مصاري وصرفنا وعدنا بعدين رح نحكي ان شاء الله بالتفصيل عن هذا الموضوع الله يعطيك العافيه وشكرا لك الله يعافيك ويرضى عليك ويهنيك يا رب في عمرك وفي اولادك يا رب